بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم مع حلقه جديده من حلقات برنامجكم عطاء الرحمن. مع حضراتكم دكتور حسام عبد الرحمن، استشاري النساء والتوليد والحمل المجهري. باذن الله الحلقه ديت هنتكلم فيها عن التقنيات الحديثه في الحمل المجهري. بس حابب قبل ما نتكلم عن موضوع حلقتنا نتكلم في كام موضوع صغيرين كده كانوا يعني اهتمام وموضع اسئله من ناس كتير جدا في الفتره اللي فاتت. احب افكركم برضو ان احنا يسعدنا استقبال اتصالاتكم في اي وقت، الحلقه مباشر على الهواء، في اي موضوع خاص بامراض النساء والتوليد، ويسعدنا الاجابه عليه على الهواء مباشره ان شاء الله. برضو ممكن حضراتكم تتواصلوا معانا عبر رسائل الاس ام اس اللي بنجمعها ونبدأ نجاوبها في الحلقات الجاية لو في العمر بقية بإذن الله. إن شاء الله الثلاث موضوعات الصغيرين أو الأسئلة الصغيرة اللي بتدور في أذهان كثير من الناس، يمكن واحد منهم أو سؤال منهم جنس الجنين، تحديد جنس الجنين كتير جدا. يمكن أنا عملت حلقة كاملة عن تحديد جنس الجنين واتكلمنا فيها باستفاضه عن الافكار والمعتقدات والاشياء اللي كانوا بيقولوا ان هي ممكن تساعد ان الجنين ده يبقى ذكر او ان الجنين ده يبقى انثى. اتكلمنا وقلنا يا جماعه ان الحاجات دي في حاجات منها بعضها ممكن يصيب وبعضها يخطئ. في ممكن حاجات بيبقى ليها فكره علميه وفي حاجات بتبقى معموله اعتباطا. يعني احنا اتكلمنا قلنا يمكن زمان في افريقيا في مراحل عصور وسطى قديمه كانوا بيستخدموا حاجات ومعتقدات في ذهنهم انها معتقدات مقدسه عشان الجنين يبقى ذكر، وان السيده اللي عايزه تحمل في جنين ذكر تبدا تغتسل بماء النهر في اوقات معينه من اوقات الدوره الشهريه عشان الجنين يبقى ذكر. ده معتقد في ذهنهم هم ان هو كان حاجه مقدسه وحاجه ليها علاقه بالاديان ومعتقداتهم، وكانوا بيعتقدوا بده. لما جه العلم تطور وبدانا نكتشف ان ماء النهر دوت بيخلي الافرازات النهبليه قلويه، واكتشفنا برضو ان الافرازات القلويه دي بتساعد ان الجنين يبقى ذكر. لما بنقول بتساعد وانواع الاكل اللي بتساعد والطرق الجماع ومواعيد الجماع مش معناها ان دي حاجات اكيده، دي معناها ان دي ممكن تساعد ولكنها ليست اشياء اكيده عشان الجنين يطلع ذكر. هنكمل بعد مدام مين معانا؟ مدام مين معانا؟ السلام عليكم. ام غاده، عليكم السلام، اتفضلي. بصي لو سمحت يا دكتور، انا معايا بنتي لها سنتين متجوزه. تمام. حملت اول مره حمل خارج الرحم في الانبوبه اليمين. ايوه. وبعدين يعني نزل الحمد لله، انا ظهورها بالمنظار وما فيش يعني اعراض جانبيه حصلت، يعني سليمه، الانبوبه سليمه والمبيض سليم. ما شالوش الانبوبه يعني؟ تمام. وبعدين جت حملت بعد سنه، الحمد لله يعني كويسه، الانبوبه والمبيض سليم وكل شيء سليم الحمد لله. تمام. المهم حملت بعد سنه ثاني، بعد سنه ثاني من الحمل الاولاني حملت، بس 40 يوم والجنين نزل. حمل طبيعي يعني، كان جوه الرحم وكله، بس تمام. ما كانش فيه عن جنين. اوكي. التحليل الرقمي في الاول كان 204 وكان 209. انت لو مشغله التلفزيون عندك تخيل. وبعد يوم بعد اذنك اقفل التلفزيون. ايوه اتفضل. ماشي. وبعد يعني بعد يومين تاني عملنا تحليل تاني فطلع 334، ما كملتش 45 يوم والجنين نزل. ايوه. بس كان جوه الرحم يعني الحمد لله. تمام. ده الاجهاض اللي حصل بعد ما عملت عمليه المنظار ونزلت الحمل خارج الرحم. ايوه معاكي. بعديه بسنه. ايوه تمام. طب بعديه بسنه. ده انت الكلام ده بقى له قد ايه؟ بدلها اسبوعين يعني دلوقتي. بدلها هي ما عندهاش عيال يا مجاده؟ ما عندهاش اولاد؟ لا لسه ما عندهاش اولاد، اول حمل يعني ليها، ده اول حمل ليها. ده ثاني حمل بقى، لان هي الحمل الاولاني ده بنسميه حمل برضه، وخارج الرحم ده اسمه برضه حمل. الاجهاض اللي هو حصل نتيجه الحمل خارج الرحم اسمه حمل برضه، يبقى هي كده اجهاضت مرتين. طب اسمعيني من التلفزيون هقول لحضرتك، عملتوا اي فحوصات او تحاليل يا مجاده؟
عملت اي تحاليل او فحوصات؟ احنا عملنا بس لسه التحاليل ما طلعتش يعني. حاضر حاضر، اسمعني التلفزيون هرد على حضرتك حالا. حاضر ماشي. بص حضرتك، يعني هي دلوقتي تعتبر اجهضت مرضتين، الاجهاض المرتين دوت بيبقى بيخش تحت الاجهاض المتكرر. يمكن زمان كنا بنقول ان هو السيده اللي بتجهض اكتر من ثلاث مرات او اكتر نعتبرها اجهاض متكرر، دلوقتي قلنا لا ما نستناش لغايه ما تجهض ثلاث مرات، لا اجهاضين فقط نعتبر ان هذا اجهاض متكرر، ونبدا نعمل بالتحاليل والفحوصات اللازمه للاجهاض المتكرر. التحاليل احنا يمكن كلمنا عنها كتير قبل كده يا مبادئ، يعني المفروض عمر الجنين وعمره في الاجهاض بيفرق معانا، يعني الاجهاضات في الشهور الاولى زي ما حصل كده مع حضرتك قوي بيبقى معظمها بسبب سوء البويضه، ان البويضه مش متكونه كويس جدا. فنبدا نعمل التحاليل الهرمونيه الخاصه بالبويضه الاف اس اتش وال اتش والتي اس اتش والاي 2 والبرولاكتين، ونبدا نشوف هل هي عندها مشكله في هذه التحاليل، وبعدين نضيف عليها التحاليل اللي تحاليل المناعه وتحاليل نسبه التجلط في الدم، وتيجي في الاخر زي القائمه زي ما بيقولوا تحاليل الفيروسات والميكروبات اللي هي حاجه يعني لا تتعدى 3% من اسباب الاجهاض العادي، حتى لا تدخل في موضوع الاجهاض المتكرر. وبعد تطلع التحاليل بيقول لنا في الحلقه المره الجايه ان شاء الله اتصل بيا في اي وقت تحت امرك ارد عليك. يبقى الجماعه الافارقه بتوع زمان كانوا بيخلوا الست بتستحم في ماء النهر عشان تجيب مولود ذكر، واكتشفنا بعد كده ان ماء النهر ده بيخلي الافرازات قلويه، فبيساعد شويه ان الحيوانات المنويه الذكريه تبقى سريعه شويه فتوصل للبويضه في الاول اللي يبقى الجنين ذكر. دي حاجات مش افيده. بعض الاطعمه قالوا ان بعض الاطعمه الحاجات اللي فيها كالسيوم عالي واللبن والجبنه واللحوم وبعض الاسماك الحاجات دي بتزود من الجنين الانثى، فلما نبقى نسيب الحاجات ديت نبدا ناخد الحاجات اللي ما فيهاش الكالسيوم وما فيهاش الالبان، وناكل الاسماك المملحه والاشياء والحاجات الحادقه والبقدونس والموز والفرانخ والحاجات كتيره كده وارقام كتيره وحاجات كتيره. يجوا الناس يسالونا اكتب لي يا دكتور الجدول بتاع الاكلات اللي بتجيب ولد الحاجات دي يا جماعه حاجات ما هياش اكيده، ونسبه تكوينها لجنين ذكر او ان هي تعمل جنين ذكر نسبه ضئيله وضعيفه لا تستحق ان احنا نستخدمها. وعشان تجيب نتيجه كمان اللي هي المفروض النسبه اللي بتضيف للجنين الذكر لازم نستخدم الاكل ده مثلا قبلها بثلاث اربع شهور قبل مثلا الحمل، مش اثناء الحمل ولا قبلها بشهر. في حاجات كتيره جدا ومعتقدات ليها علاقه بان الجنين ده يبقى ذكر او انثى، ولكنها كلها معتقدات وليست اشياء صحيحه. زي ما قلنا قبل كده ان الحاجه الصحيحه العلميه الاكيده في الموضوع ده هو الحقن المجهري، ان انا اعمل حقن مجهري وابدا اخد اعمل تحليل اسمه بي جي دي، اعرف الكروموزومات بتاعه الاجنه اللي عندي ديت هل ده جنين ذكر او جنين انثى، وابدا استخدم الاجنه الذكور فقط احقنها ابقى متاكد وعارف ان الجنين او السيده حصل لها حمل هيبقى السيده حامل في جنين ذكر. ولكن انا بقى شخصيا عندي يعني تكه في الموضوع بتاع ان انا واحده عندها ثلاث بنات اربع بنات وعايزه تعمل حقن مجهري وتختار نوع جنين عشان عايزه ولد. هو الفكره في ايه؟ اختيار نوع الجنين عن طريق الحقن المجهري نسبه نجاحه مش عايز اقول 100%، يعني نحط حاجه الخطا البشري يعني نقول 99.9% مثلا في المية، لان انا بنقل كل الاجنه الذكور. ده ما فيهوش مشكله، يبقى هنا مش هيبقى فيه نسبه خطا في نوع الجنين. لكن الحقن المجهري نفسه انا عشان اعمل الموضوع ده لازم اعمله عن طريق الحقن المجهري. طب عمليه الحقن المجهري نفسها نسبه نجاحها كام؟ الست اللي هي بتخلف من غير اي مشاكل، وغالبا الست ما بتبقاش عندها مشكله، هي مخلفه بس عايزه تنقي نوع الجنين وتخليه ذكر، فما فيش مشكله عندها، يعني هي لو سابت نفسها من غير وسيله ولا حاجه هتحمل ما فيش مشكله خالص. نسبة نجاح الحقن المجهري في هذه السيدة ايه؟ 50% ل 60%. ما هو دي نسبة نجاح الحقن المجهري العادية اللي موجودة عالميا ودوليا واقليميا. لما ابقى نسبة النجاح من 50 ل 60% ونسبة حدوث حمل في جنين ذكر من غير حقن مجهري للسيدة 50%، كل حمل للسيدة بيبقى نسبة
ان الحمل ده يبقى في جنين ذكر او انثى بنسبه 50%. يبقى انا فرقت ايه؟ فرقت ايه بالظبط يعني؟ هنكمل مدام ام اياد. اتفضلي يا ام اياد. دكتور لو سمحت، هو انا كنت عامله منظار بطن من شهرين، وانا عندي 30 سنه ومعايا طفلين. طفل عندها سنتين وثلاث شهور وطفل عنده سنه وشهر. تمام. كان عندي سنه رحم مهدره وشلتها من على الرحم والحوض. بس المشكله ان انا يعني عملت اسعاف في دي. انت عملت عملت المنظار بقى لك قد ايه يا مياد؟ شهرين. طب انت بترضعي؟ فطمت ابني الشهر اللي فات لما فضلت تعبانه. انا يعني هو قال لي ما تفطريش الولد دلوقتي، بس بعد شهر من العمليه ابتدت تعبانه، فقلت لا افطمه زي اللي كنا بنرضعه هي اللي تعبانه. بس بعد ما فطمته اكتشفت ان انا يعني الاسبوع اللي فات عملت اسعاف في دي، اكتشفت فيه كيسين على كل مليار كيس دموي حجمه 3 × 3 سم. تمام. فهو ده سبب من العمليه ولا ده حاجه ثانيه؟ صوره رحم مهدره ثانيه طلعت في مكان ثاني. مش قادره اعرف ايه السبب بصراحه. لا انت انت قبل ما تعملي العمليه اكتشفت الكيسين دول وبعدين عملت العمليه؟ عمليه الانظار؟ لا لا، انا عملت كانت رحم مهدره من الرحم والصدر، ما كانت سليمه تماما، ما كانش فيها اي مشكله. ما كانش فيه الاكياس دي، بعد كده ظهرت الاكياس دي. بس غير الرضاعه دي العمليه بثلاث ايام وكنت تعبانه جدا من ساعتها والرضاعة عمال بيزيد. لا الاكياس دي ظهرت اكتشفتيها بعد العمليه بقد ايه؟ ما هو شهرين. انا كل ما اكلم الدكتور يقول الدنيا كويسه ما تقلقيش، ده توتر من العمليه ما فيش مشكله. بس بعد يعني لما الفتره طولت قوي وتعبت فقلت طب هعمل اشعه في. لا 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 ركزي معايا يا مؤياد، ثانيه واحده. انت عملتي العمليه من شهرين، اكتشفت ان عندك اكياس دمويه من امتى؟ الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات. طيب اوكي ماشي، كملي اتفضلي. فهو في الكيس 3 × 3 وكيس 3 × 4. تمام. فانا هو قال لي تقدري اقص ان انا الحمل لمده 7 شهور. تمام. هل شايف ان انا ادخل عمليه على طول احسن، ولا يعني العلاج هيجيب نتيجه ولا مش هيجيب؟ بحيث ان الحمل والرضاعه ما وقفوش عندي في طنط الرحم المهدره اصلا. حاضر حاضر هجاوب. طيب هنكمل مدام ام ايه، خليكي معايا بعد مدام ياسمين. ايوه مدام ياسمين. مدام ياسمين معانا؟ طيب بص يا مياد، حضرتك بطانه الرحم المهدره طبعا انت قلتي جمله جميله في الاخر ان ما استجابتش لي الحمل، رجعت ياسمين معاه. اتفضلي يا مدام ياسمين. لو سمحت يا دكتور اتفضلي حضرتك، بس كنت عاوز افهم يعني موضوع الاكل والحاجات دي وايام الدوره، وعشان يعني من قلوبي يكون ذكر برضه، يعني احنا لسه بنحكي في الموضوع ده، برضه الناس لسه عايزه تعرف موضوع الاكل. مفيش فايده. طيب خليكم معايا. هقول لك يا مدام ياسمين، ثانيه واحده حاضر. ام اياد احنا يعني الجمله اللي انت قلتيها انك انت حملتي وحصل رضاعه، وبرغم من كده في فعلا الحمل والرضاعه بيقللوا من نسبه البطانه المهاجره، لان في اثناء الحمل بيبدا هرمونات الحمل بتغطي على عمل الميديا خالص، فحتى لو في اكياس او في نشاط للبطانه المهاجره تبدا لهذه الاكياس والنشاط يندمج. الفكره في ان الموضوع البطانه المهاجره والاكياس بتاعته بترجع تاني يا جماعه. الموضوع ده يعني عشان كتير قوي من الاطباء بيتظلموا في حكايه البطانه المهاجره واكياس البطانه المهاجره وتثقيب الميديات في حالات تكيس مبايض. الست كان عندها تكيس مبايض وعمل التثقيب للميديات عند طبيب، وترجع تاني تلاقي ان في اكياس تاني، او ان الميديات متكيس مش اكياس، متكيس بتاعت تكيس المبايض، وتقول الدكتور ما عملليش عمليه. ما هو احنا العمليه ما بنشيلش فيها مرض التكيس المبايض، لا احنا مجرد بنثقب جزء معين من الميديات عشان نحفزه على ان هو يعمل كويس، لكن يرجع تاني موضوع التكيس ما بيتشالش اصلا. يعني انتكاس الوالد المرض ما بيروحش. نفس الحكايه بقى في بطانه الرحم المهاجره، الاكياس بترجع تاني وتتكون تاني، بس الفكره ان نسبه رجوع هذه الاكياس بعد اخذ علاج دوائي بعد عمليه المنظار بتقل كتير قوي. يعني نسبه رجوعها من غير علاج بتوصل ل 70% مثلا او 80%. نسبه رجوعها بعد ما بتاخد علاج ومثبطات للمبيض، اما عن طريق اقراص او عن طريق حقن سواء عضل او تحت الجلد، بتبقى بتقلل نسبه رجوعها ل 30%، لكن برضه في نسبه رجوع حتى بالعلاج ل 30%. انا انصحك ان احنا نكمل زي ما الدكتور قال لك كده على اقراص عن الحمل 3 شهور، ونرجع نبص على الاكياس ديت، ولو فضلت موجوده او حجمها كبر نعمل منظار تاني لازالتها.
بالنسبه لمدام ياسمين، احنا لسه كنا بنتكلم يا مدام ياسمين وبنقول ان الحاجات دي غير مضمونه، واشياء مش هي الاكيده، ونسبه حدوث الحمل منها في ذكر او انثى دي نسبه متفاوته، وكانك ما بتعمليش حاجه، فانت هتجهدي نفسك على الفاضي. وبالرغم من كده يا مدام ياسمين، لو عايزه لسه بالاكلات اللي بتساعد على الذكور ان يجيب جنين ذكر او جنين انثى، تتصلي بيا بعد الحلقه هقول لك الاكل ايه وتحضري ورقه وقلم. اوكي. بالنسبه للحمل المجهري واختيار نوع جنين، زي ما قلنا ان نسبه حدوث الحمل في ذكر في الست العاديه خالص اللي ما بتستخدمش حقن مجهري ولا اي حاجه، كل حمل كل سيده في الدنيا بتحمل بيبقى نسبه حدوث جنين ذكر 50% وجنين انثى 50%. طب انا لو استخدمت تقنيه الحقن المجهري عشان اجيلنا ذكور، نسبه نجاح العمليه دي ايه؟ 50% من 60%. طب انا ايه الفرق معايا؟ طب ما انا اللي معايا خمس بنات، ما ربنا يكرم وان احنا الحمل طبيعي، وندعو الله ان الحمل ده يبقى جنين ذكر ويبتدي الموضوع لربنا وربنا يكرم. طبعا هو يعني دار الافتاء ما حرمتش اختيار نوع الجنين، انا بقول وجهه رايي او وجهه نظري الشخصيه في الموضوع ده. وبعدين في حاجات احنا زي ما قلنا ان العلم كل يوم بيكتشف اشياء احنا ما بنبقاش عارفينها. احنا ماهيه التعامل بين البويضه والحيوان المنوي دي يعني اتكتب فيها كتب، وماهيه انغماس الجنين داخل بطانه الرحم اللي موجوده دي فيها يعني حاجات كتب برضه. فالاشياء اللي بتبقى داخله في هذه التركيبات سبحان الله، صنع الله بقى، يعني مفيش حد يقدر يضاهي هذا الصنع. ففي حاجات كتير جدا احنا ما نعرفهاش. يعني هل الجنين اللي انا واخده دوت والجنين الذكر اللي انا بختاره ده، هل هو بطانه الرحم متقبله هذا الجنين ان هو ينغمس فيها؟ ما يمكن بطانه الرحم دي لا تتقبل غير اجنه اناث في هذه الدوره اللي انا بعمل لها تنشيط عن طريق الحقن المجهري. الكلام اللي بقوله ده مش كلام كتب مكتوب، انا بقول دي تكهنات، يعني حاجات ممكن تكون موجوده. انا اقصد ان احنا يعني ممكن نعمل اختيار نوع الجنين دوت في الحالات المرضيه، يعني لو في مشكله في الاجنه الذكور مثلا، نختار زي بعض الامراض اللي موجوده في اجنه بجنس معين اما في ذكور او اناث، زي الامراض اللي بتصيب مثلا الذكور فقط في مرض وهن العضلات او الهيموفيليا. ساعتها ممكن استخدم التقنيه دي عشان اتجنب نوع معين من جنس الجنين عشان الجنس الاخر يقدر يكمل ويعيش. دي نقطه. لدرجه معانا مين؟ مدام عبير؟ السلام عليكم. السلام. ايوه دكتور، لو سمحت يا دكتور. الو؟ ايوه اتفضلي يا عبير. ايوه دكتور، انا متجوزه ليا سنتين دلوقتي، والحمد لله حصل الحمل الاولاني، فكل لما اروح عند الدكتور يقول لي ان هو فيه تشوهات. انت حاليا حامل يا عبير؟ حاليا حامل؟ لا حاليا انا منزل عيل دلوقتي، يعني يا دوب دي شهر. انت حامل في شهر؟ لا انا منزل دي شهر دلوقتي. عملت عمليه اجهاض في شهر، كان في عمر قد ايه؟ كان الجنين عمره قد ايه وانت منزلاه؟ خمس شهور. كان ايه العيب الخلق اللي فيه؟ كان في ميه على الراس، وجلودي فيه ثقب في الجلد. انت عندك سكر يا عبير؟ لا. طب كملي يا عبير اتفضلي. هم لما الدكتور ده بيقول لي عفوا رقمتي من حبل السري وحللي هنا دراسية. تمام. فحاليا دلوقتي ان هو طلع النتيجة ما فيهاش هنا دراسية. ما فيهوش مشاكل، في النتيجة طلعت ان هو ما فيهوش مشاكل. تمام. بس مش عارفة ايه بالظبط لحد دلوقتي، يعني هعمل ايه تاني؟ انت عندي كام سنة يا عبير؟ 23. حاضر، اسمعيني من التلفزيون عادي. ماشي. يعني نصيحتي ليك يا مدام عبير، ما تعمليش حاجه خالص. انت بس التحاليل الاوليه العاديه البدائيه اللي احنا بنعملها دي، صوره الدم وتحليل الار اتش والسكر، سكر بس التراكمي، بلاش تعملي السكر العشوائي دوت كده، لا التراكمي والصام والفاطر. وناخد حمض الفوليك من دلوقتي لغايه ما تحملي واثناء الحمل. لا وما تفكريش في حاجه بالنسبه لموضوع الجينات الوراثيه وكده، ده حاجات هتدخلك في امور
كبيره، ومش كل العيوب الكروموزوميه والجينيه بنقدر نعرفها وبنعرف رتوش منها، ولما بنعرفها ما بنقدرش نعمل حاجه، مجرد ان احنا بنقول لك ان نسبه حدوث هذا العيب او هذا التشوه مره اخرى نسبته كذا فقط. لا غير. ام ملك، ام ملك خط قطع، خط قطع. نرجع لموضوع جلسه الجنين عشان اخد النقطه الثانيه، احنا طولنا فيه قوي. بعض الاطباء، بعض الاطباء وبعض الاماكن، الكلام ده طبعا بنسمعه من الدكاتره، ويجوا يسالوا حتى فين الحقنه يا دكتور اللي بتخلي الجنين ذكر؟ حقنه بتخلي الجنين ذكر؟ انا ما سمعتش عنها والله. انت ما بتقراش يا دكتور؟ طب ما يعني حاول تجتهد شويه كده وتقرا ولا حاجه، هتلاقي الحقن دي مكتوبه، لان الدكتور اللي جنبك ده بيدي الحقن اللي ايه بتتخلي الجنين ذكر، والدكتور الفلاني الحقنه غاليه جدا مش عارف كام 1000 جنيه وكده وكده وبتخلي الجنين ذكر. طب وبعدين؟ مفيش حقن كده اسمها كده يا فندم. لا خلي بالك الدكتور ده امين، ده انا عارفه كويس، يعني راجل محترم وامين، وانا عارفه ان هو ما بيكذبش عليا، وحتى قال لي ان الحقنه الغاليه ديت انا لو طلع الجنين انثى هيبقى الحقنه دي فاسده اللي انت خدتيها، وتيجي تاخدي حق الحقنه اللي انت دفعتيها. يا جماعه برضو انا عايز انبه عن النقطه دي، طبعا ده يعني نوع من انواع النصب، مفيش حقن بتعمل جنين ذكر، مفيش حاجه اسمها كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو الدكتور اللي بيعمله، ما هو نسبه اصلا ان اي حمل يبقى 50% ذكر و50% انثى، هو في الاول خالص بيديها الحقنه ديت وبياخد مبلغ كبير. والله لو طلعت انثى بعد كده وتابعت ما كانتش جايه له من حته بره مثلا مسافره ورجعت ثاني مش هتعرف تاخد فلوسها خلاص، لا لو هي قاعده ساكنه جنب بيته وطلع جنين انثى هي مش هيخسر حاجه، هيقوم مديها الفلوس اللي هي دفعتها وخلصت على كده. والست اللي طلعت ذكر طبعا مش من الحقنه من عند ربنا، لانها نسبه وجود ذكر 50%، خلاص هيبقى هو خد الفلوس ديت. هذا نصب، هذا نصب احترسه، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها حقنه بتتاخد تخلي الجنين ذكر او تخلي الجنين انثى، ما كانش حد غلب والله. الموضوع الثاني اللي يعني فيه كلام مشابه شويه هو الخلايا الجذعيه ومشكله الفشل المبكر للمبيض او النفاذ المخزون الاستراتيجي للمبيض مبكرا. الحالات دي بنشوفها كتير وللاسف ما بيبقاش ليها اي حل. ان السيده يبقى سنها صغير في اوائل الثلاثينات واحيانا والله بيبقوا في العشرينات، ونيجي نعمل لها الاف اس اتش والال اتش نلاقيهم عاليين جدا، فاروح نعمل الام اتش نلاقي مخزون مبيض راح، وتيجي الست تشتكي ان هي مفيش دوره بتجيلها، الدوره بتقعد بالاربع خمس شهور ما بتنزلش الا لو خدت اقراص. في هذه الحاله لما السن بيبقى صغير المبيض ده احيانا دراسات قالت ان ممكن يحصل فيه ارتجاع او ان الوضع ده يتغير ويرجع يتذوب التاني لما بيبقى السن صغير. لكن معانا ام ملك، هنكمل الموضوع بعد ما نسمع ام ملك. ايوه ام ملك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. اهلا وسهلا. كنت عايزه اسال حضرتك سؤال برضه، وحضرتك اتكلمت في النقطه دي. انا عندي ثلاث بنات وعايزه اعمل عمليه حقن مجهري تحديدين في المولود. تمام. فانا عندي 37 سنه. بس دورتي منتظمه كل 25 يوم. تمام. كنت بستعمل باخد بتخمن حمل حملت عليه، كنت برضع حملت برضه. فكنت عايزه اسال هل انا ولدت ثلاث مرات صيفرة، هل ده يساعد في نجاح العمليه؟ دي نقطه. ايه اللي يساعد؟ تقصدي ايه اللي يساعد؟ ايه علاقه القيصر بنجاح العمليه؟ لا ان انا والده يعني ان انا طبيعي قبل كده. طبيعي من غير من اي حاجه. تمام تمام. فهل ده يساعد نجاح العملية؟ نقطة. نقطة تانية، أنا وجودي قرايب ولاد عمي. فأنا سمعت إن في يعني إيه مشاكل بتبقى تظهر في الذكور بس. يعني بين القرابة في أوقات مشاكل. نص المصريين متجوزين ولاد عمهم يعني، نص المصريين متجوزين ولاد عمهم يعني، مش الموضوع ده. ما أنا كنت بسأل هل الذكور، هل في فعلا مشاكل بتظهر في الذكور؟ ولو أنا عملت العملية ممكن أتفادى النقطة دي؟ ونسبة نجاح العملية بما اني ورثت ثلاث مرات. تمام تمام حاضر، فهمت قصدك. حاضر ماشي. هو طبعا اسمعيني من التلفزيون. طبعا يا ام ملك معناها انك انت تسالي عايزه تعملي حاجه مجهري عشان تجيب ذكر، يبقى الرساله اللي انا بقولها فشلت او انت ما اقتنعتيش بالكلام اللي انا بقوله. عامه انت في نقطه طبعا فتحتها كويس قوي، ان ابن عمك جوزك يبقى ابن عمك، وانت خايفه طب انا ما جبتش الذكور قبل كده، هل لو جبت ذكور يبقى في مشكله؟ احنا تملي بنعمل الموضوع ده لما يبقى في ذكور في العيله حصل لهم مشاكل.
مش بنبحث. طب هل ممكن نبحث في الموضوع ده قبليه؟ ممكن في معاهد الوراثه ممكن نبحث في الموضوع ده قبليه ونعرف اذا كان في ذكور هيبقى في مشاكل ليهم بالنسبه للامراض المشهوره المنتشره. طبعا انت لو بتحملي يعني لو انت كنت فهمتي كلامي من الحلقه دي او متابعاني من الاول، انا اقصد انت لو بتحملي لوحدك واخده بالك ومفيش داعي لاجراء حقن مجهري، انا شايف انك انت تحملي عادي وتسيب الموضوع لربنا ومفيش مشاكل من ناحيه الاجنه الذكور. لكن لو انت الحمل بالنسبه لك او واحده الحمل مش انت بقى انت بتحملي على الوسيله اصلا، الحمل بالنسبه لها صعب محتاجه تعمل حقن مجهري، يعني انا دي مسدوده عندها في مشاكل وهي عندها بنات وعايزه تختار المولود، لان هي كده كده هتعمل حقن مجهري فمفيش مشكله انها تختار نوع المولود. وبالرغم من اللي انا بقوله ده وبالرغم من الكلام ده اللي هو رأيي الشخصي في الموضوع، الا اني برضو بالناحية العلمية بقى انت لو عايزة تعملي حقن مجهري هتعملي حقن مجهري ونسبة النجاح هتبقى عالية لانك انت مفكيش مشاكل زي اي واحد تاني. نسبة النجاح العالية دي اللي انا اقولها ايه ليه من 50-60%، ولو حملت حمل عادي من غير اي حقن مجهري ولا اي حاجة نسبة ان تجيبي مولود ذكر 50%. ماشي اوكي مدام اميرة. اميرة ايوه اتفضلي يا اميره. ده التليجراف ده يا اميره مش رساله مش كلام. طيب احنا هنسيب ونطلع. ايوه احنا هنطلع فاصل. طيب المفروض مدام اميره حاولت تتصل بنا تاني. يبقى احنا بالنسبه للخلايا الجذعيه هنبقى بيبقى الحل الوحيد في موضوع النفاذ المبكر ليه مخزون المبيض، لكن الدراسات لم تثبت الكلام ده مش صحته، لم تثبت استخدامه هنا عندنا في مصر. فكل اللي بيحصل دراسات ما هياش منتشره بشكل عام، وفي اماكن كثيره جدا نشطه جدا في الدراسات دي في معظم الجامعات، يمكن جامعه الازهر مستشفى الحسين جامعه في دراسات كثيره قوي، ومنهم دراسه الخلايا الجذعيه في الموضوع ده وفي موضوع الاشر مان اللي هو بطانه الرحم اللي ملتصقه على بعضها، الرحم اللي بيبقى جواه التصاق في الجزء الامامي والخلفي مفيش تجويد جوه خالص. ففي دراسه حاليا شغاله في مستشفى الحسين على استخدام الخلايا الجذعيه ان يحقن خلايا جذعيه في المكان ده بعد ما بنعمل الحاجات اللي كنا بنعملها قبل كده، يعني بعد ما نعمل عن طريق المنظار الرحمي ونشيل ونقص الالتصاقات دي ونحط لولب مكان الالتصاقات وندي حقن معينه واشياء كتيره كده عشان الالتصاقات، بالاضافه ليها ان احنا بنقوم حقنين خلايا جذعيه بناخدها من العظم بتاع الحوض للسيده ونبدا نحقنها داخل بطانه الرحم. ودي احيانا بتجيب نتيجه في الدراسات بتاعتها. معانا اتصال؟ طيب الموضوع الثالث احنا لسه ما يمكن الحلقه مش هنلحق نتكلم عن التقنيات الحديثه في الحقن المجهري اللي هو موضوع الحلقه، هنقول ان شاء الله لو في العمر ده الاسبوع الجاي باذن الله. لكن النقطه الاخيره اللي عايز اتكلم فيها من ثلاث نقاط اللي شرحناهم اللي هو موضوع البنج النصفي والعمليه القيصريه، يا جماعه ما تخافوش من البنج النصفي، البنج النصفي امن من البنج الكلي في العمليه القيصريه. كتير جدا ده انا بيحصل لي شلل بعد العمليه، ده انا مش عارف رجلي بيحصل فيها ايه، ده بنت عمي حصل لها كذا، ما بنشوفش الحاجات دي. ودلوقتي في الدول المتقدمه واوروبا زي ما بيقولوا كده، في الدول المتقدمه واوروبا استخدامهم للبنج النصفي هو الاساس، وبنستخدمه البنج الكلي لما يبقى فيه دواعي لعدم استخدام النصف النصفي. يعني في مشكله في العمود الفقري عند السيده مركبه شرايح ومسامير، عندها مشكله معها من ان هي تاخد بنج نصفي فياخده بنج كلي، يعني ده الاستثناء وليس القاعده. الحلقه فاتت بسرعه، الى ان القاكم في الاسبوع القادم وفي العمر بقيه ان شاء الله، اترككم في رعايه الله وامني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.